بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. النهاردة هنسأل سؤال صغير كده، إيه اللي تعرفه عن الدي إن إس؟ إيه معرفتك بالدي إن إس؟ تعرف يعني الدي إن إس؟ واحد يقول لي مين هو الدي إن إس ده؟ عبارة عن إيه يعني؟ الدومين نيم سيستم. الدي إن إس. الدي إن إس ده تشابتر مهم جدا عندنا، بموقعه في المنهج بتاعنا في الموديول الثاني اللي هو بتاع او المنهج الكتاب الثاني بتاع الايه الانفراستراكشر، ولكن لا غنى عنه اثناء ما احنا بندرسه، فلازم ان احنا نعدي عليه. طيب الدومين نيم سيستم ده ايه فائدته؟ انا يعني هتخلي التسجيل شغال مفيش مشكله، مش لازم اوقفه، لان لو وقفته هيقطع الحلقه وكانها حلقه منفصله، فخليني انا عامل الاوبشن بتاعه كده عشان لما ما يهنكش مننا، ويبقى على الاقل بيحفظ الداتا بتاعتنا. فعايز منكم قول لي كده، انت يعني ايه دي ان اس؟ بتسمع عنه كتير، مين هو او بتتعامل معاه ازاي؟ حد يقدر يقول لي؟ ده اللي بيحول مثلا الاسم اللي هو www.google.com للاي بي ذات نفسه. طيب واحد زميلنا قال لك ده اللي بيحول الاسم اللي هو www.com الى اللي هو اسم ده مثلا للاي بي. ماسك دلوقتي، بس الدومين نيم هو الاختصار بتاعه دومين نيم سيرفر، صح؟ دايما بيحاول يجاوب، دلوقتي بيقول لنا الاختصار بتاعه دومين نيم طب يا سيستم. باشا انا كنت لسه قايل دلوقتي، معلش. ماشي، انا لسه قايله. اقفل المايك يا جماعه، يا جماعه اقفلوا المايك. مايك اقفل المايك يا برنس، خرمت لنا تمام. ودارنا. الـ DNS هندسة، هو الناس اعتقدت ان هي الاول قبل الـ DNS ما كان موجود، الـ submitting الناس كانت بتجد صعوبة ان هي مثلا تروح على سيرفر معين بالـ IP، لان صعوبة الحفظ يعني، لان ممكن يكون السيرفرات كتير او الاجهزة عددها كبير، فلان الانسان عادة بيحفظ الاسماء اكتر يعني احسن من الارقام، فاخترعوا الـ DNS عشان يبقى هو الـ human unit upgrade. يبقى اذا اخونا اسلام قال ان هو الاول كان الموضوع الايبيهات والدنيا ديت، فموضوع كان صعب شويه، ولو عايز تروح على موقع معين لازم تكتب الاي بي بتاعه عشان تروح له، فاخترعوا موضوع الدي ان اس ده عشان يبقى الموضوع بالنيم، مش بالاي بي، فالموضوع يبقى اسهل شويه. صح كده يا معلم اسلام؟ كلامنا ولا انا قلت كلام، ولا انا صح كده، عدت كلامك بطريقه خاطئه؟ لا صح كده مظبوط. جميل. حد تاني عنده اي حاجه، اي فكره؟ مش لازم اقول لك تقول تعريف كذا زي المدارس وكام الجامعه، ولا المدارس تقول لك قول تعريف كذا، لا، انت تعرف ايه يعني الدي ان اس، قول لي ايه اللي انت فاهمه عن الدي ان اس، ايه فكرتك عنه. فالكلام ده موجه لبيت الناس اللي معانا. الاخت لما ممكن تقول لنا يعني ايه دي ان اس؟ نفس الكلام السابق، يعني انه اللي اعرفه انه يحول من الاي بي الى الدبليو دبليو، اي موقع يعني يحول من التكست الى الاي بي. تمام، يعني هو معرفة حضرتك ان هو بيحول من كذا لكذا، صح كده؟ بالضبط بالضبط. جميل، شكرا. طيب حد تاني عنده اي تعريف تاني او طريقة تانية نفهمها للناس اللي معانا؟ ها، طب تعرف ايه يعني الجي بي اس؟ تعرفوا يعني الجي بي اس يا ولاد؟ الجي بي اس ده جلوبال بوزيشننج سيستم، ده بنعمل بيه تحديد للاماكن، صح كده؟ يعني بشوف عليه موقع مكان معين في الخريطه، وبيساعدني هو بيرسم لي الطريق ويقول لي روح عليه، صح كده؟ تمام كده. بيحدد ال بيسموها ال خطوط طول العرض. تمام. تعرف ان الاتنين دول في الوظيفه بتاعتهم شبه بعض، ان الجي بي اس ودي ان اس وظيفتهم واحده، الدي ان اس يا جماعه والجي بي اس. ولذلك انت عشان حاجه انت فاهمها كويس وبتلمسها في بايديك اللي هي الجي بي اس، اعتقد ما كل الناس عارفه الجي بي اس. ليه؟ لان بتستخدم جوجل مابز او اي برنامج بيعمل بيه زي سيرجك تقريبا، وبرامج كتيره جدا من خلاله بتعرف الايه الموقع معين، وبتروح له بيرسم لك الطريق، وتلاقي ولا راجل او ست انت عامل الصوت بتاعهم، ادخل يمين ادخل يسار، او ترن مش عارف كده يمين يسار، كلام منه اهو زي الجي بي اس بالظبط. الدي ان اس، دي ان اس بيعمل كده، فبنسميه ريسورس لوكيتور، يعني بيحدد لك مصادرك. ريسورس، ماشي، سوري، لوكيتور. يعني ايه ريسورس لوكيتور؟ يعني بيحدد لك المصادر بتاعتك، او بيحدد لك الهدف بتاعك، ديستنيشن لوكيتور.                                ││
يحدد لك الديستنيشن بتاعك اللي انت ايه رايح له. بنستخدم الدي ان اس زي ما زميلنا قال، احنا الاول كنا بنحط اي بيهات، ولذلك انت لما تكون عايز تروح على موقع معين فكنت لازم تكون حافظ الاي بيهات بتاعت المواقع دي، وليكن في اي بي مثلا 166.3.6.3 مثلا، فبتكتبه وبتروح عليه، وبعدين في اي بي تاني 109.196.3.6.8 وهكذا، تروح ايه تروح عليه، فوهكذا. دي الايبات اللي انت ايه بتاعت مواقع معينة انت حافظها بتروح لها، واللي عنده ايبات اكتر يقدر ان هو ايه يوصل لمواقع اكتر، وزي كان يبقى معاك لستة زي تكست فايل وفيها الايبات اللي انت عايز تروح لها وتحطها في البراوزر بتاعك وتتوكل على الله ايه تروح لها. الموضوع شكله معقد ليه؟ لاني يعني انت هو ده بتاع ايه؟ مش فاكر والله. طب ده بتاع ايه؟ مش فاكر والله. فكان بدأ الحل التاني بعد كده، بدأوا يعملوا زي بورتال اللي هي ويب سايت او صفحة فيها لينكات لمواقع معينة وعليها الايباد، فتدوس على اللينك تودي لك ايه، توديك على المواقع دي. يعني واحد يعني تلاقي ويب سايت كده معمول، لو عايز تروح على مواقع الرياضة فتدوس عليها يوديك زي دليل، يودي لك على مواقع الرياضة ده وكذا. فده ايه بدأت الحلول تمشي ايه بالشكل ده. الموضوع النهارده اختلف تماما عن كده خالص، ما عادش كده خالص. الموضوع بعد بالدي ان اس، انت بتكتب عايز ايه، عايز كذا كذا، خلاص اكتب بالدي ان اس. والموضوع بقى احسن واحسن كمان باستخدام الدي ان اس وباستخدام السيرش انجنز، بقيت بتكتب اللي انت عايزه بتدور عليه او حتى السايتس اللي انت عايزها يوديك ايه عليها. التكنولوجيا دي اتغيرت تماما 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 عن الاول، واتحسنت بطريقة لا تتخيلها. طيب كبداية او اولا يعني كبداية، هو انا الجهاز بتاعي لما يكون عايز يخش على الانترنت بيعمل ايه؟ حد يعرف؟ الجهاز بتاعي اللي بيكون عايز يدخل على الانترنت بيعمل ايه؟ طيب يعني انت لو انا كتبت www.google.com زي ما زميلنا قال، ايه اللي بيحصل بقى؟ تمام فبيرد عليه بالاي دي، بعد كده بيبدا يتصفح ال اتش تي ام ال بيج طيب شكرا يا فندم، اتفضل. بيسال الهوست فايل الاول هندسه، اها تمام. يعني هو بيسال الهوست فايل الاول، لو ما لقاهوش عنده او مش سايف عنده بعد كده بيطلع يجيبه من بره. جميل. طيب تيجي نرتب، تيجي نرتب احنا بنعمل ايه؟ طيب انت عايز www.google.com، انا سمعت ارائكم وارائكم كلها صحيحة مش خطأ، ولكن في ترتيب، في ترتيب حضرتك خد بالك بقى من اللي هيحصل دلوقتي. انا دلوقتي عايز موقع google.com، طيب فين موقع google.com؟ السؤال بقى هنا الاولاني، هل دي اول مرة تخش على الموقع ده ولا دخلت عليه قبل كده؟ بص الفرضية إذا كانت دي أول مرة حضرتك تخش على هذا الموقع، إذا كان دي أول مرة تدخل على هذا الموقع فليها حاجة. إذا كانت لا أنت دخلت على الموقع ده قبل كده فليها برضو طريقة تانية. حد يعرف ولا أبدأ أقول أنا؟ تعال نقول المصطلحات، زميلنا يعني قال حتة بس برضو ناقصة. طيب في حاجة اسمها كاش دي بتتكتب كده، غير الكاش اللي هو الكاش فلوس، تمام؟ في كاش، خلاص في حاجة اسمها كاش، الجهاز بيعمل كاشنج زي ما انت شايف، لو عملناها بالاس طبعا يعني كاش فلوس، دي كاش اللي هي الكاشنج اللي هو بيعمل سيفنج للداتا. وفي حاجة يعني عندنا اسمها هوستس فايل، وفي عندنا حاجة اسمها دي ان اس ايه سيرفر. حلو كده. ولسه في حاجات تانية غير دي ان اس سيرفر، اللي هو الروت هنت والفوروردرز، ودي مصطلحات تانية. حاجة اسمها الروت هنت، وحاجة اسمها فوروردرز.
ماشي الفوروردرز. طيب مين الدي ان اس دول ومين الفوروردرز؟ معايا رجاله؟ كاش والهوستس والدي ان اس سيرفر والروت هنت والفوروردرز. دي شويه مصطلحات عايزين نتعلمها مع بعض، ودي مهمه جدا في شغلنا النهارده في شرح الدي ان اس. طيب الكاش، حضرتك لو دخلت على قبل كده دخلت على موقع جوجل، النت شغال يا شباب ولا فصل؟ تمام شغال شغال. لو انت دخلت على موقع او كنترول زي، اوبا في، لو انت دخلت على الموقع قبل كده اللي هو مثلا جوجل دوت كوم او اي موقع دخلت عليه قبل كده، فالداتا بتاعت طريق الى المكان ده بيتخزن في الكاش بتاع الجهاز بتاعك اللي انت قاعد عليه لمدة 24 ساعة. بيتكيش المسار الى جوجل دوت كوم او ياهو دوت كوم او ابو سعيد دوت كوم بتاعك ده لمدة 24 ساعة في الجهاز بتاع حضرتك. وانس ان الجهاز بتاعك عدت 24 ساعة عليه، راح الايه؟ راح الكاش فايل، او اتعمل ريستارت للجهاز راح الكاش فايل، او ان انا دخلت وقلت له ايه؟ في ام سي، شغالك على مكنه مايكروسوفت، اديني لحظه بالمره عشان ايه. لو دخلت على الجهاز اللي جنبي ده، خلينا من السيرفر، وهقول له سي ام دي سي ام دي، قلت له اقول له اي بي كونف فيج على فلاش دي ان اس. فلاش دي ان اس ويقصد بيها ان انت اعمل، يعني عارفين موضوع الفلاش دي معناه ان ايه؟ ادلق ميه على المكان ده ونضفه. عارف انت القصه دي، ان انت لو عندك مكان وعايز تنضفه كلام من ده، هات ميه وايه وادلق عليه وابدا ان انت بالمساحه كده شده ونضفه على طول، نضف الارض. فهنا يعمل فلاش دي ان اس. فهنا مجرد ما انا قلت له وانس، انا قلت له فلاش دي ان اس، عمل ايه؟ سكسسفولي فلاش دي ان اس ريزولفر كاش، معناه ان هو نضف لك الكاش. هنا الكاش بتاعت الجهاز اللي هو الويندوز 10 ده نظيفه، وبالتالي ان انا عايز اروح لاي مكان كاني اول مره هتعامل مع الموضوع وهروح للمكان ايه ده. الدنيا كده مفهومه؟ فرقم واحد عندنا الكاش، فالكاش بيقعد 24 ساعه، او حضرتك مانيوالي بتكتب له اي بي كونفيج على فلاش دي ان اس نضف لي الكاش، او ان انت بتعمل ريستارت الجهاز بتاعك. ولذلك انت في بعض المواقع وناس بتشتغل بتصمم ويب سايت، تبص تلاقي هو صمم ويب سايت وبعدين بعد كده عمل حاجه تانية، فتبص تلاقيه مكيش. طبعا هو مش تكيش الدي ان اس ده، تكيش حاجه تانية، انت يعني الويب براوزر نفسه عامل كاشنج. فاسلم حل ليك ان انت تقفل الجهاز تطفيه وتفتحه تاني يشتغل ايه معاك. فكره الكاش ان هو بيعين نسخه من الحاجه عندك، اذا كان كاشنج اللي في البراوزر او كاشنج بتاع الدي ان اس نفسه. طب فرضا انا اول مره بقى ايه، لا ده انا اول مره اتعامل يعني فبيبص في الكاش، الجهاز بتاعك او البراوزر بتاعك هيروح رايح باصص في الكاش، هل المسار الى جوجل دوت كوم موجود؟ لا 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 ما مش موجود. طيب يروح باصص في تاني حاجه رقم اتنين اللي هي الهوستس فايل، وده لعنه. الهوستس فايل ده لعنه. ليه؟ الهوستس فايل ده انا ممكن اخترقك بيه، اعمل لك عمليه اختراق ليك في الشبكه بتاعتك، يعني احط جهاز في الشبكه بتاعتك واخترق جهازك، او ان انا اجت اي داتا منك بسبب الهوستس فايل اللي حضرتك شايفه ده. قبل ما اقول لك التفاصيل خلينا نتكلم في الهوستس فايل بس. الهوستس فايل ده هو عباره عن داتابيز لوكال او فايل تكست فايل موجود في الجهاز بتاعك. هو مش تكست، هو فايل وخلاص، فايل بس زي تكست، يعني تقدر تكتب فيه داتا ملوش اكستنشن. فالفايل ده بيبقى مكتوب فيه الداتا بتاعت الجهاز بتاعك، واخد بالك انت ان هو لو انا كتبت له اروح على www.kaza.com، هوري لك عملي دلوقتي www.kaza.com والاي بي بتاعها، يغير لك الدنيا. واحد يقول لي انا مش فاهم حاجه، اقول له حاضر، احنا مش لسه كنا شغالين في ان سي؟ طب تعالى بص على نفس الجهاز. بص يا عم، احنا لسه بننضف الكاش خالص. تمام. طب ممكن نكبر الصورة او نكبر الشاشة؟ مفيش مشكلة.
بص يا سيدي، لو جيت هنا في الويندوز سيستم 32، درايفرز اهو يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، و اي تي سي، تمام. ادي الهوستس فايل ايه بتاع هذا الجهاز، كل جهاز له هوستس فايل خاص بيه. نفس الكلام ده موجود في اللينكس، نفس الفايل موجود في اللينكس، انا بقول لك في اللينكس نفس الفكرة نفس كل حاجة. كليك باليمين قول له اوبن يا سيدي ويز، افتح بواسطة، وقول له ايه النوت باد، افتحه لي بالنوت باد. فهتبص تلاقي حضرتك زي ما انت شايف كده كاتب لك الاي بيهات اذا كانت اي بي فيرجن 6 او اي بي فيرجن 4، ومدي لك اكزامبلز. وطبعا زي ما انت شايف اللي قصاده هاشتاج دي معناه ان هو مش متفعل، لو شلت الهاشتاج منه معناها ان هو كده يتفعل. طيب القصه وما فيها، انا عايز اقول له مثلا وليكن روح على الاي بي 127.0.0 مثلا دوت واحد، اللي هو الاي بي اللوكال بتاعك، لو حد طلب مثلا يعني www.facebook.com، ما تخشش على facebook.com. عارف لو انت عملت له كده في الجهاز بتاعه يجي يفتح فيسبوك ما يفتحش معاه. طيب لو قلت له برضو 127.0.0.1، لو طلب www.cars ماشي .com، تمام، طلب كارز دوت كوم، لا برضو ايه وديه على نفس الجهاز. او تيجي تقول له لا ده انا هتدي له اي بي بتاع جوجل نفسه، يعني لو فتحت جوجل دلوقتي قلت له هات لي الاي بي بتاع جوجل، سوري افتح جوجل ليه، ابنج على جوجل، انا اسف، بينج جوجل دوت كوم، بينج على جوجل دوت كوم، فقال لي 173 13 مش عارف كام، هقول له طيب انتر، كده معناها انا خدت كوبي من ايه من الاي بي، وهقول له معلش يا باشا لما يطلب كارز دوت كوم افتح له موقع جوجل. تخيل ده انا بستعبط كده، بستعبط عادي. خد بالك بقى من حاجه، لو هاجي اعمل سيف دلوقتي مش هيعمل سيف، انا لازم افك الفايل ده الحمايه لانه خطر، هذا الملف خطر، فلازم افك الحمايه اللي ايه اللي عليه. بص ما فيش حد ايه يقدر يشتغل عليه، لو اليوزرز ده انا كنت لاعب فيه قريب، انا كنت لاعب فيه، ولذلك هنا زي ما انتم شايفين متعلم عليها كده، معناها انا لاعب فيها قريب. طيب لو كده هقول له سيف اهو، فايل سيف، قلت له سيف خلاص. لكن هو في الطبيعي ما كانش معمول له ايه، ما كانش حد يعرف يلعب فيه، والا كده ايه الجهاز ده اي حد يقدر يعمل فيه اللي هو عايزه. طيب بصوا معايا يا اولاد كده، انا خلاص داخل على الجهاز. طب ممكن نفتح كده براوزر، يفتح يا عم براوزر، هات لي فايرفوكس اي حاجه. هقول له هنا ايه، ها نو ماشي، اقول له ايه كارز، كارز اهو، وكنترول انتر، قال لي مش لاقيه، مفيش خالص، على الرغم ان هو المفروض يوديني على موقع جوجل دوت كوم، بس هو بيستعبط معايا على ايه الـ الملعون ده الفايرفوكس، بيستعبط عليا. لو الويندوز اكسبلورر او المنايل على عينه بتاع مايكروسوفت الايدج ده اهو نفس الكلام، مفيش مشكله. هو هنا البراوزرات بتلعب لعبه معاك ان هو بطل يعمل لك عمليه ري دايركشن، بس هو زي ما انت شايف مش قادر يدخل على الموقع، مع ان لو قلت له سي ان ان كنترول انتر هيوديني عليها، مفيش مشكله، وداني سي ان ان، يعني اذا في انترنت. الحوار كله ان هو مش قادر يخش على كارز دوت كوم. طب هقول له فيسبوك دوت كوم، فيسبوك، فيس فيسبوك مثلا، فبيقول لي الموقع ايه is not secure، طلع لي فيه ايه ايرور، موزيلا فايرفوكس ايرور كود. طب ليه الكلام ده؟ لا هي لان حصل لك ريدايركشن، لكن قبل كده كان لا بيوديك وخلاص، يعني يوديك فين، هيوديك على الجهاز اللي انت قاعد عليه. اها طيب تمام، يبقى اذا الراجل عمل ايه، انا لعبت له في الاي بيهات بتاعته ووديته في ايه في سكة تانية خالص. طيب فدي الهوستس فايل اللي احنا حضرتك تعاملنا معاها وظبطناها. دي بقى بنستخدمها برضو ساعات لما بتعمل كراك لبرنامج ولا بتاع، تيجي تقول له ايه لما البرنامج ده يطلع يعمل ابديت ولا حاجه، يلف ويرجع على 127.0.0.1، فبتحط له الابديت بتاعه مثلا ابديت دوت ادوب دوت كوم، مش عارف مثلا
بتاع ادوب مثلا، اللي هو الفلاش والحاجات برامج بتاعت ادوب ديت، ومثلا كان مش فاكر والله كان ايه البرامج بتاعت ادوب كلها اللي هي الفوتوشوب والحاجات دي. فكنت تحط ابديت دوت كذا دوت كذا دوت كذا وتحط له الايه الاي بي ال 127.0.0.1، وبالتالي البرنامج بتاعه لما يجي يعمل ابديت او يروح يشوف السيريال في حته تانية ما يلاقوش، لان هو بيدور عندك في جهازك بيفتكره الويب سايت بتاعه. فدي من بعض الحيل اللي انت ايه ممكن تعملها. طيب طبعا في برامج زي الايتر كاب وبعض البرامج انها تعمل سبوفينج لموضوع الاي بي، ان انت تقعد بجهاز كده في الشبكه بتاعتك وتقول له تحط له اسم الويب سايت، الويب سايت اللي انت عايزه، وتحط له الاي بيهات بتاعت الويب سايتس اللي انت عايزها، وتخلي الناس تحقن لهم الهوست فايلز بتاعتهم او تبين لهم ان في هوست فايلز تضحك عليهم، فالاجهزه بتاعتهم تلقم او تاكل الهوست فايل اللي انت الفيك اللي انت عامله ليهم ويروح على الويب سايتس بتاعتك يعني. فطبعا ده طبعا ايه ويب سايت سبوفينج، بس مش ويب سايت سبوفينج، دي ان اس سبوفينج. خلاص طيب. طب انا مش عايز كده، خلاص فكني بقى من اللي هو حصل ده. لا انا ما مش عايز كده، اه خلاص سيب. ومفترض ان انا الهوست فايل بتاعي ان انا ايه افكني من اللي حصل فيه، انا ايه اللي انت عامله ده؟ لا انا عايزه سكيور تاني في اليوزرز. لا اليوزر ما لهمش فيه، ما يقدروش عليه، لان يعني ده يوزر ده يعني كده اي فيروس بالسلامه او اي حاجه يعني ميل وير هيجي يلعب لك في الدنيا. يبقى اول حاجه حضرتك زي ما شفت عندك فيه الكاش رقم واحد، رقم اتنين فيه الهوستس فايل، والهوستس فايل انت تقدر تلعب ايه معاه لعبه دنيئه. طيب تاني حاجه، تالت حاجه بقى عندك الدي ان اس سيرفر. حضرتك بكل بساطه يا اما تعمل دي ان اس سيرفر عندك في الشبكه بتاعتك، يا اما يبقى عندك دي ان اس سيرفر معين وتشاور عليه هو اللي ايه يوجهك للاماكن. كنت بعمل حركه جميله قوي، انا كنت من محافظه الاسماعيليه، الكلام ده انا بكلمك على فتره ما كانش فيها انترنت اساسا بنشتغل عليه، انا بكلمك في التسعينات في اول التسعينات. الانترنت بدا يعني بدانا نشتغل عليه من سنه 97 98 بسيط، وبعدين بعد كده من اول 2000 الواحد فرم بقى نت كويس، لكن سنه 99 ممكن 99 والله كان كويس، لكن 95 94 الكلام ده لسه الواحد كان لسه في ثانويه عامه. ف كنت مثلا انزل القاهره اخلص حاجه وارجع تاني، بيني وبين القاهره حوالي 130 140 كيلو، فمش خبير في القاهره. بس كنت بعمل ايه مثلا، انا عايز اروح مثلا سفاره معينه او مكان معين او كده، كنت بنزل ميدان التحرير لان هو يعتبر منه تقدر تروح اي مكان يعني. كنت بسال حد كده شكله كبير وقاعد على مقهى من المقاهي اللي قاعده هناك، او حد فاتح كشك او محل هناك شغال فيه او كده، فده الشخص ده من اكتر الناس تقدر تسالهم هيجاوبك بصراحه. فقول له انا عايز اروح المكان الفلاني اركب له ايه او اروح له ازاي، فيقول لي والله ايه بتبقى لوحدك مع نفسك، فتقول له والله انا اركب اروح ازاي للمكان الفلاني، يقول لك اركب تاكسي مثلا وما تدلوش اكتر من كذا، لان انت عارف استغلال كان السواقين في القاهره زمان، معرفش الموضوع دلوقتي عامل ازاي. فكان يقول لك والله انت تركب معاه وتديله 10 جنيه تديله 20 تديله 15 على حسب المسافه، وهتدخل شويه في ناحيه الغرب ناحيه الشرق ناحيه كذا ناحيه كذا. فالشخص ده كنت بعتبره الدي ان اس بتاعي، هو ده اللي بيوجهني، هو ده الدي ان اس سيرفر بتاعي، هو اللي بيوجهني بيقول لي روح فين واعمل ايه. فنفس الكلام انت حضرتك يا اما هتعمل دي ان اس سيرفر عندك، هتجي تيجي تعين شخص عندك عارف الاماكن بتاعتها وعارف الاماكن تروح يطرح لها فين، او هو بطريقه او باخرى هو بيطلع وبيعرف الاماكن فين فبيوجهك اليها، او ان انت هتعتمد على دي ان اس ايه خارجي. طبعا ده توقف على الاتي، اذا كنت انت هتشتغل في شبكه فيها اكتيف دايركتوري والشغل بتاعنا، لا ما ينفعش تعتمد على الدنيا الخارجيه، لازم تعتمد على الشبكه الداخليه ايه بتاعتك في حل هذه المشكله. طيب انا دلوقتي كبدايه انا كلاينت، انا جهاز ويندوز 10 عادي جدا ومش في شبكه ولا في اي حاجه. طيب جهاز ويندوز كده وخلاص او لينكس وخلاص، اه طيب كل الناس بتعمل ايه، بتحط اي دي ان اس وخلاص بتشتغل بيه. فوالله ممكن عم اكس بيحط دي ان اس رقم كذا كذا، واحد بيحط دي ان اس كذا كذا، هجيب لك لسته بالدي ان اس اللي انت ممكن تحطه. ولكن ايه يعني، طيب بص معايا مثلا، ده جهاز مش حاطه في دومين ولا في اي حاجه، فتبص تلاقي الدي ان اس بتاعه مثلا 4 8 بتاع جوجل مثلا، بتاع جوجل ايه جوجل دوت كوم، لا شركه جوجل عامله لك دي ان اس سيرفر، وهنعرف قصته ايه الدي ان اس سيرفر بتاعها ده يعني، او امثاله ايه
او موقعهم ايه من الدي ان اس سيرفرز. لكن انا خليني بس ان انا في دي ان اس، ده دي ان اس بتاع جوجل انا حاطه، وبالتالي انا لما اكون عايز اروح في حته وهذا الموقع ما دخلتوش قبل كده في خلال اليوم اللي فات او كده، فبكل بساطه الباكتس بتاعتي بتروح رايحه تسال جوجل، تقول له حبيب قلبي يا جوجل، هو يا جوجل دوت كوم او الدي ان اس دوت كوم بتاع دي ان اس بتاع جوجل دوت كوم، فتقول له حبيب قلبي انا جوجل، هو الموقع اللي اسمه ياهو دوت كوم ده فين، الموقع اللي اسمه كارز ده فين، وبالتالي تروح ايه مودياه عليه، لان طبعا الهوستس فايل فاضي والكاش ايه والكاش فاضي. طب واحد يقول لي ده في ايباد كتيره ممكن تتحط هنا، اقول له اه انت يعني وليكن تعالى هنا نقول له جوجل هنا اهو، هقول له هنا فري دي ان اس سيرفر، كل دي ان اس سيرفرز ممكن تحطها عندك في الجهاز ايه بتاعك. ثانية واحدة هو يتحمل بس معانا ونبدأ ايه نشوفها. بيست دي ان اس سيرفرز تو يوز فور فري ان 2018، في 2018، وحاطط لك مواقع الشباب دول، ده موجود في البلد الفلانية، ده محطوط في البلد الفلانية. تبص تلاقي المنطقة بتاعتنا يعني خيبانة كده، ما فيهاش غير مثلا دي سيرفر واحد اهو عندك في مصر، وسيرفر في اسرائيل في فلسطين المحتلة، وهنا ده مش عارف فين، يعني ايه سيرفرين ثلاثة، بقية العالم ما شاء الله يعني كميات. طيب ما فيش مشكلة، أحسن من بلاش. ده جوجلز بابليك دي ان اس 4/8 و82 4 40 تمام. النورتون كونكت سيف ده تبع شركة نورتون تمام. طبعا كل دي ان اس من دول بيعرف انت بتروح تعمل ايه، يعني الناس دي مش عاملاه لوجه الله سبحانه وتعالى، لا لا، الناس دي بتعرف انت بتسيرش على ايه او بتدخل على موقع ايه، وبالتالي يبدأ يطلع لك في المواقع ايه، يبيع الداتا دي، يعني هما بيشتغلوا على الداتا دي، فما تقلقش يعني. بيعمل احصائيات يقول لك المنطقه الفلانيه دي بيدوروا على موقع كذا، يبقى اذا نعمل لهم تسويق على كذا. الناس دي ما بتشتغلش لوجه الله يا جماعه. اوبن دي ان اس ده من احسنهم اهو، اوبن دي ان اس ده من احسنهم، اللي هو بيفلتر الى حد ما طبعا المواقع اللي مش محترمه او الحاجات اللي فيها عنف او. فلو حطيت الدي ان اس دي عندك في الغالب هيفلتر لك الدنيا دي. طبعا واحد يقول لي طب ما بس انت لو دخلت عليه وعملت لك اكونت وشغلت الكلاينت بتاعه عندك على الجهاز بتاعك، اه المواقع اللي انت هتقفلها فيه هيقفلها لك على الجهاز بتاعك، زي ما احنا عملنا في الهوستس فايل كده، حاجه هو بيعملها عنده وبالتالي ايه تتنفذ على الشبكه بتاعتك، تقدر تحطه في الاي دي اس ال مودم بتاعك ويتنفذ كل ده على الشبكه اللي حضرتك ايه فيها. فموضوع هنا جميل. دي ناس واتش نفس الكلام برضو محترم. الكومودو ده سيكيورتي طبعا، دي ان اس برضو ممتاز، فيرا ساين طبعا معروفه بتاعت السيرتيفيكتس، الاوبن ان اي سي برضو كويسه، جرين تيم دي ان اس، كل دول ايه الى حد ما تقدر تحط اي اي بي من دول في الدي ان اس بتاعك هيظبط ايه معاك. حلو كلام، كلام جميل، كلام روعه. طيب دول فري، هل في اي بيهات تانية؟ ده كتير، مش دول بس، ده انا ممكن اعمل شبكه خاصه بيا في حته موضوع الدي ان اس دي. سمعت عن حاجه اسمها الديب ويب او الدارك نت؟ حد اشتغل عليها؟ حد سمع عنها؟ انا سمعت عنها بس ما اشتغلتش فيها. الدارك نت ده بيجيب الداتا اللي هي مش افيلبل للسيرش، هي ليها سيرش بس، ليها طريقه سيرش بس، هي مش افيلبل لاي حد. بيجيب الديب ميثود او الديب ميثود طيب اي انجن، طيب باك انجنز محترمه، طيب اتس اوكي، التور براوزر ده قديم تمام. طيب اوكي، بص يا شباب، سيبنا من الديب ويب وما ديبش ويب، انا ممكن اعمل شبكه خاصه بيا انا بالشركه بتاعتي ومحدش في العالم يقدر يدخل عليها، رغم انها اوفر انترنت والناس تقدر تخش عليها من خلال الانترنت، بس يجي يعمل سيرش عليها مش هيلاقيها. ليه؟ حديها اكستنشنز مختلفه عن اللي العالم كله بيتعامل بيه، وحديها اسماء مختلفه، وهخلي الناس اللي تدخل عندي لازم تحط الاي بي بتاع الدي ان اس بتاعي عندهم، وبالتالي محدش هيقدر يتعامل مع السايتس دي الا من خلال الدي ان اس بتاعي انا. فهمت حاجه؟ ده عادي جدا من ايه؟ مش فاهم بتقول يا احمد؟ بقول يعني بتأمن تأمين عالي على الشركة يعني؟
انا عايز يعني معلش عايز اعمل ويب سايتس مثلا مؤمنه عندي، ومش عايز الناس تدخل عليها اللي بره. لا انا عايز يعني الناس بتوعي بس هم اللي يدخلوا. عامل ابلكيشن معين مش عايز حد يخش عليه خالص غير ناس معينه. واحد يقول لي طب ما في طرق للسكيور الموضوع ده من خلال البروجرامينج ومن خلال الاي بيهات والدنيا. لا ده انا عايز العب معاه كمان بالدي ان اس. تخيل بالدي ان اس اقدر اعمل كده. انا بالدي ان اس هتعلم هتعلم اتعلم بالدي ان اس سيرفر بتاعي، اقفل سايت زي اللي قفلته دلوقتي بالهوست فايل، اقدر اعمل في الدي ان اس سيرفر كده. ايه المشكله؟ انا مش عندي مشكله معايا. لا طب ده انا ممكن اخترع بقى ايه اكستنشنز جديده او حاجات جديده، واقدر ان انا ايه اخلي الناس تدخل عليها تمام وتتعامل معاها من خلال الدي ان اس سيرفر بتاعي. طبعا من اي دي ان اس سيرفر تاني مش هقدر اروح له. صعبه ولا مش صعبه؟ ها هندسة. طب ما هو لما حد يجي يوصل للويب سايت اللي انت هتعمله ده اكيد هيعمل لوك اب على الدي ان اس، اكيد هيوصل له برضه. هيوصل له منين حبيبي؟ هو انا بص انت دلوقتي، انت زمان زمان كنا ايه نعرف ان الدوت كوم، واخد بالك الاكستنشن بتاع الدي الموقع مثلا دوت كوم دوت اورج مثلا ماشي دوت اديو وهكذا ماشي. انا النهارده تعالى ادخلك تشوف تشتري مثلا اكستنشن بتاع ويب سايت بامر الرحمن، هتبص تلاقي عندك بتاع 100 وحاجه 100 وحاجه دوت حاجه فاهم. دول دي ان اس سيرفرز على مستوى العالم خلاص متعرفين على الاكستنشنز دي. انت بتعرف منهم يمكن كام واحد بس؟ 10 ولا حاجه، لكن في حوالي 180 اكستنشن موجودين تمام. انا بقى هخترع بقى اكستنشن مش موجود في دول خالص. طيب مين من الدي ان اس سيرفرز الموجوده على مستوى العالم تعرف الاكستنشنز دي؟ محدش يعرفها. دي ان اس سيرفر بتاعي اللي انا هكريته هو بس الوحيد اللي يعرفه، لان حاجه من تاليفي كاستم ميد. وبالتالي محدش هيعرفه غير لما يحط الدي ان اس بتاعك. لازم يستخدم الدي ان اس بتاعي، ومين هيعرف ان ده الدي ان اس بتاعي الا اللي انا قايل له ده الدي ان اس بتاعي وعارف ان انا مببلش له؟ مين اللي هيعرف ده؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ تمام كده. بس هو انت هتعمل ابلكيشن مببلش وكده مش للناس كلها، انت بتارجت ناس معينه. بتارجت ناس معينه، شبكه سريه للشركة بتاعتي، شبكة سرية للشركة بتاعتي. أنا عندي شركة ومش عايز حد يقتحمها ولا يقلب في ملفاتي ولا حاجتي. أنا راجل بتاع شغل، مش عايز حد يلعب معايا، مش عايز حد يطلع على حاجتي. أنا تخيل أنا مثلا في شركة مرسيدس مثلا بنز، تعتقد يعني إن الداتا بتاعتها مثلا، يعني أنا عايز أقول لك إنها يعني عايز أفهمك حاجة، إن السكيورتي عندها أكتر من السكيورتي في أي دولة من الدول اللي أنت تعرفها حواليك. ليه؟ لان تصميم السيارات والانجنز والحوارات دي كلها لو اتسربت او انها يعني حد خدها دي مصيبه سودا. الناس دي اكل عيشها من جد، واخد بالك؟ ففي سيكيورتي عالي عنده، فايه المانع ان هو ممكن يكون عامل حاجه بالشكل ده من ضمن الشغل بتاع عامل حاجه زي كده. تمام. طيب شكرا يا فندم. طيب الدي ان اس سيرفر هنا، هنيجي بقى عند ده ونقف بقى نتوقف شويه كده ونتكلم شويه حاجات. نقول حاجات ايه هي الدي ان اس سيرفر ده؟ انا ممكن احط الاي بي بتاع 4 8 او 4 8 او 8 4 ومش عارف، والاي بي فلان وفلان وفلان الايه دول بتوع ايه بتوع جوجل دوت بتوع جوجل او بتوع شركه كذا 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 تمام. فدول سيرفر ونازل عليه الايه نازل عليه خدمه الدي ان اس وبتاع. طب معلش يعني خليني في الكلام كده. هو فايده الدي ان اس دول انها توصلك للاماكن. طب هي بتعرف الاماكن دي منين؟ اقول لك طيب بص يا برنس، هننتقل على الخانه اللي بعدها، هي دي اللي هتوضح لك الامور. الخانه اللي بعدها بتقول لك الروت هنت. الروت هنت ده في عندك على مستوى العالم 13 فارس، 13 سيرفر، والكلام ده مش كلامي انا، هتشوفهم دلوقتي من جوه الويندوز. 13 فارس على مستوى العالم، الروت هنت سيرفرز 13 سيرفر على مستوى العالم، هم دول اللي شايلين السجل المدني بتاع المواقع كلها. واحد يقول لي يعني ايه السجل المدني بتاع المواقع كلها؟ هقول لك انا، كلمه السجل المدني اقصد بيه ان هو المكان اللي انت بتروح تسجل فيه مولود، يعني ربنا رزقك بمولود بتروح تسجل فيه هذا المولود وبتدي له اسم وخلاص الدنيا تمام. نفس الكلام في 13 سيرفر بيحملوا سجلات العالم كلها
اللي هي اسماء المواقع وما الى اخره. فدول اسمهم الروت هنتس او الجذور بتاعتنا او جذور الشبكه بتاعتنا كامله. ولذلك لو تم حدث اتاك على الجذور ديت الدنيا كلها ممكن تقع. طيب ال 13 سيرفر دول ان شاء الله لما هنيجي ندرسهم دلوقتي على السيرفر او حصه المحاضره القادمه او ليكن على حسب الوقت بتاعنا بامر الرحمن، هنشوف اسماء الروت هنتس دول فين وابلادهم ايه، ايه البلاد اللي شايلاهم. هتلاقي واحد في اليابان، مش عارف اربعه خمسه في امريكا من ال 13، هتلاقي واحد في كندا، مش عارف واحد فين، وهكذا. فدول اللي هم الفيرست جريد بتاعتنا او الرجاله بتوعنا الكبار، الشباب بتوعنا اللي هم شيوخ القبائل بتاعتنا، 13 سيرفر اللي حضرتك بتتكلم عنه. وبالتالي اذا هنا دي ان اس سيرفر هو المكان اللي بنسجل فيه الويب سايتس. طيب وبعد كده في هنا سكندري بقى، يعني في جيل تاني موجود بعد كده، ان هو بياخد ايه، بيبقى يعتبر سكندري سيرفرز ليهم، بحيث ان هم بيعملوا سنكرونايز معاهم. بس مين اللي بيتكتب فيه، مين اللي بيتحط فيه الداتا الاساسيه، الروت هنتس دول. لذلك انت لما بتروح تسجل عند جو دادي مثلا، لو حد يجي يقول لي مثلا انا عايز اعمل شركه واسميها كوكو مثلا، كوكو بابا مثلا، اي حاجه كوكو مثلا، شركه كوكو بابا اللي انت بتتكلم عنها دي عايز اعملها كوكو بابا دوت كوم مثلا، اوكي اتس اوكي. فبتروح عند جو دادي مثلا تقول انا عايز اسجل كوكو بابا دوت كوم، او تروح عند شركه هوست جيتور وتقول له عايز اسجل كوكو بابا، او حتى جوجل نفسه. اي حد من دول بيسجلها بيروح رايح يبعت للروت هنتس، هو اوريدي متعاقد مع الايانا اللي هي بيرجستر من خلالها، وهي بتروح حاطه للروت هنتس تقول لهم خدوا حطوا عندكم الموقع اللي اسمه كوكو بابا دوت ايه عندكم، وبتدفع نظير هذا الكلام سنويا مبلغ معين حوالي 10 دولار او يعني على حسب الاتفاق بتاعك، من 10 ل 15 ل 20 اقصى حاجه، بس اقل من 20 دولار على حسب الويب سايت، حسب النيم بتاعك. ده فكره الايه النيمنج، النيم لما بنحطه في الروت هنتس. فكره الفوروردرز، الفوروردر ده ان انت لما يبقى عندك دي ان اس سيرفر ممكن تعمل دي ان اس سيرفر عندك في الشبكه بتاعتك، تسطب في دي ان اس سيرفر في النتورك بتاعتك، ولكن الدي ان اس سيرفر اللي عندك في النتورك بتاعتك ممكن تقول له اشتغل على الفوروردرز ديت. واحد يقول لي مش فاهم، يعني انت رحت على موقع اوبن دي ان اس وعملت لك اكونت صح؟ اه. طيب اوبن دي ان اس قلت له اعمل لي فلتريشن للناس، اعمل لهم فلتريشن، ما يخشوش على اليوتيوب، ما يخشوش على كذا، ما يخشوش على كذا، ما يعملوش كذا، ما يعملوش كذا. حلو كلام، حلو كلام. طيب الرولز اللي انت عملتها دي مش عارف تعملها انت عندك في السيرفر بتاعك، فتعمل ايه؟ فدي في الدي ان اس بتاعك. هنا هنتعلم ان احنا كل ده لسه هنشتغله عملي ان شاء الرحمن، هنتفرن فيه عملي باذن الرحمن النهارده وبكره باذن الله. فيروح جاي، اروح جاي، اروح اعمل لك ايه، اقول لك اشاور جوه الدي ان اس سيرفر بتاعي ان هو يروح رايح على الايه الفوروردرز بتاعتي اللي هي بتاعت ايه بتاعت اوبن دي ان اس مثلا دوت كوم. فيروح يسأل يقول له هو موقع كذا ده متاح ان انا يخش عليه؟ اه متاح. طب فين المكان بتاعه؟ اه في الحته الفلانيه. يرسم لك الطريق للمكان الايه الفلاني. طيب التسجيل هوقفه على الجزئيه ديت ونبدا حاجه نفس الكلام بس شرح عملي بامر الرحمن. بس قبل ما ابدا الشرح عملي، الكونسبتس اللي قدام حضرتك دي اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ عشان هوقف تسجيل وحد اسال الناس، لو ما فهمتوش هقفل المحاضره، و لو ما فهمتش هوقف المحاضره وهشرح لك الحاجه. قلت فهمت وانا جيت اسال وما عرفتش تجاوب، هروح قافل المحاضره واقول لكم روحوا ناموا النهارده. من الاخر كده، انت قلت فهمت، كله قال فاهم، الناس بتقول فاهمه، بس انا هبدا ان انا هسال، لو ما عرفتوش تجاوبوا هيبقى منظر مش حلو، هعمل حركه مش حلو. ها اتفضلي حضرتك اسالي زي ما انت عايزه، طول ما في وقت الاسئله اسالي زي ما انت عايزه. اتفضلي. تمام. يعني شنو الفرق عن دي ان اس سيرفر؟ يعني هل هذا لوجيكلي وهذا هاردوير، او يعني شنو الفرق يعني؟ هو هم 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 دي ان اس روت هنتس دول هم دي ان اس سيرفرز، بس مش بتوعنا، مش بتوعنا، بتوع الايانا واتحادات كده مع بعض، فاهماني؟ فروت هنتس دول هم اه الروت هنتس دول معروفين، دول هم دول ال 13 بس، الرجاله جذور الانترنت بتاعتنا اللي شايلين العالم كله. اما دي ان اس سيرفر انت تقدري تعملي دي ان اس سيرفر، انا ان شاء الله هوريكي ازاي تعملي دي ان اس سيرفر،
على الجهاز اللي معايا، فده اتس اوكي. تعمليه على ويندوز، تعمليه على لينكس، اتس اوكي، يو كان دو ات، ماشي. لكن الروت هينتس دول مخصوص جماعه معروفين، ال 13 استاذنك ايمن ثواني، 13 سيرفر معروفين على مستوى العالم، وهنشوفهم ان شاء الله مع بعض وهنعرف اماكنهم كمان فين. اتفضل اتفضل يا ايمن. اتفضل. لسه هنبتدي ايه؟ بيقول لك لسه هنبتدي ايه يا ايمن؟ اتفضل. سامعك. اسمعك والله، ولا الناس مش سامعاني ولا ايه الوضع؟ المشكلة عند ايمن ولا ايه؟ بس هو مش سامعنا. اه المشكلة عند ايمن يعني، تمام. تمام كده. يوفر الراوتر بقى. عموما ايمن بيتكلم عن موضوع الاي بي ادريسز. الاي بي ادريسز لما اذا كانت نفذت او ما نفذتش، دي مشكله الشركه بتاعت الاي اس بي بروفايدر. اذا كان واخد كوتا معينه خلصت منه، دي حاجه، ده حوار تاني ملوش علاقه. ما تكلمنيش عن شركه معينه، اتكلم عنها في الفيديو، حد يمسكها في الفيديو يروح رايح قايل الشركه فلان بيشتم عليكي والحوارات اللي انت عارفها دي. فاللي من الاخر، مع عالميه او مش عالميه، بتتكلم في انهي بلد؟ هو في البلد اللي احنا بنتكلم فيها في شركه معينه اسمها مش عايز اقوله، واخده اغلبيه الانترنت في مصر، فيعني مش عايزين نتكلم تاني. انت بتتكلم في المعايير، اتس اوكي، بس انت في بلاد معينه، موضوع المعايير هي فوق المعايير يا استاذ، ما عندهاش معايير اساسا. ف لا لا، مين قال لك؟ مين قال لك؟ مين قال لك؟ مين قال لك؟ لا، ده فرانشايز يا راجل، ده فرانشايز. تمام؟ طيب نوقف التسجيل ونبدأ ايه، نفرم في الناس أسئلة.